أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نسلط الضوء على التطورات الميدانية في محافظة الجوف وسير الحياة في المديريات المحررة وعلى وجه التحديد مركز المحافظة. الجوف أو ما تعرف بحفرة الموت، يشتد القتال على أرضها ويتصاعد غبار المعارك في المديريات التي تشهد مواجهات بين الجيش الوطني والميليشيا. 15 شهرا من الحرب لا استراحة لمحارب فيها ولا أمل في حسم هذه المعركة قريبا. تستميت الميليشيا في السيطرة على مديريات غرب المحافظة وبالتحديد على مديرية الغيل والمتون، فيما يحاول الجيش الوطني مسنودا بقوات التحالف العربي التقدم من أجل ضمان تأمين كافة المديريات المحررة. تحرير محافظة الجوف بالكامل يعني فتح النار على صعدة والالتحام بالمنطقة العسكرية الثالثة ومقاومة صنعاء. لا تتوقف المستجدات هنا على أرض المعركة في الجوف، فثمة تطورات تلقي بثقلها على مسؤولية السلطة المحلية والسلطات الشرعية عموما. ففي مركز محافظة الجوف يتصاعد غضب الأهالي جراء غياب السلطة المحلية في توفير الخدمات وبقاء المكاتب الحكومية مغلقة وخدمات الاتصالات والإنترنت، وهو ما يثير الكثير من الأسئلة حول جدوى تحرير مركز المحافظة، إلى جانب أسئلة أخرى ستكون محور نقاشنا لهذه الليلة من زوايا الحدث. لماذا لم تحسم السلطات معركة الجوف بالكامل حتى الآن؟ ولماذا لا تضع السلطات يدها في تأمين حياة الناس وإنعاش الخدمات لهم؟ كل هذه الأسئلة وأكثر ستكون محور نقاشنا، ولكن بعد هذا التقرير. الجوف وشهور الحرب 15، ماذا غيرت وماذا لم تغير في ملف دلالات التقدم فيه ثمينة وضحاياه بالمئات؟ العيون مشدودة إلى معارك الغيل والمتون الواقعة غرب المحافظة. يريد الحوثيون التمسك بتلابيب هذه الأرض قبل استئناف الجولة الرابعة من المفاوضات، ويستميت الجيش الوطني في انتزاعها منهم، ولن يتنازل عنها لأنها ضمان للمناطق التي استعاد السيطرة عليها، وبدونها يصعب تأمين مركز المحافظة بالكامل والتقدم صوب اختراق جبهة صعدة وصنعاء من جهة الشرق. 15 شهرا من الحرب مكنت الجيش الوطني والمقاومة من تحرير مركز المحافظة وعدد من المديريات، لكن من المبكر الحديث عن بسط كامل ودائم للسلطة الشرعية فيها. بقاء المكاتب الحكومية مغلقة والخدمات عاطلة وغائبة لا يبشر بخير، ويبدو أهالي المحافظة غاضبين وغير راضين عن الوضع الذي يعيشونه ويشهده مركز المحافظة، فيما السلطة المحلية لا ترى في يدها إمكانية إنعاش الخدمات في هذا الظرف، وتتعذر بعدم وجود موازنات تشغيلية حتى في المستشفيات. لماذا لم تحسم السلطات معركة الجوف حتى الآن؟ ولماذا لم تضع يدها المسؤولة في خدمة الناس وتأمين حياتهم في المناطق المحررة ما دامت مؤسساتها خارج قبضة الميليشيا؟ أسئلة لا تحضر هنا في الجوف وحسب، لكنها تحضر في أكثر من محافظة ومنطقة محررة، بينما لا تبدو الإجابة عنها مبررة في هذا الظرف، وتعتقد السلطة الشرعية أنها تخوض معاركا بالبندقية فقط، غير مدركة أن معركتها الحقيقية المهمة هي في تطبيع الحياة وإنعاش الخدمات. فالدولة لا تقاس في ذهنية الناس إلا بمدى حضورها في تأمين حياتهم وتوفير الخدمات لهم. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وأبدأ هذه الحلقة مع قائد المنطقة العسكرية السادسة سيادة اللواء أمين الوائلي. سيادة اللواء، كل عام وأنتم ألف خير. كل عام وأنتم والشعب اليمني بأكمله بخير إن شاء الله، في أمن واستقرار بإذن الواحد الأحد. مرحبا بك سيادة اللواء. لو بدأنا هذه الحلقة، ما الذي تغير سيادة اللواء؟ ربما كانت الفترة السابقة كنتم أنتم ماسكون زمام المبادرة في استعادة كل المناطق المتبقية في محافظة الجوف، الآن بدأت الميليشيا ربما بمعارك مضادة وتريد أن تسيطر على المواقع التي كنتم قد حررتموها، وهناك معارك اشتدت في الآونة الأخيرة في محافظة الجوف. حدثت معارك في هذا الأسبوع، قامت الميليشيا بالهجوم على أحد المواقع، تريد أن توصل رسالة لأنصارها ومن معهم أنهم موجودين، ولكن بحمد الله الأبطال صدوا الهجوم وفعلوا هجوم معاكس وأخذوا 2 مواقع على العدو، وأيضا الآن متوغلين باتجاه معسكر حام الأعلى وشبه محاصر الآن حام الأعلى، يعني أرادوا شيء، والمقاومة والجيش وأبناء الجوف هبوا
إلا أبوا أن يكسروهم ودحرهم. نعم، هل ستكون هذه بداية لمواصلة المعركة ولن تتوقفوا، أم ستظلوا في مركز الدفاع لا سيما في ظل الهدنة المعلنة ومشاورة الكويت؟ نحن بنلتزم بالهدنة، ولكن هم يخترقوها، ورجال الجيش كلما هجموا الحوثيين والأفاسين على موقع إلا أبو الأبطال أن يصدهم ويأخذوا عليهم. وهذه رسالة قوية من الجيش كل قوة المنطقة وأيضا من أبناء المحافظة، وهم أكثر حماسا وبشدة. وما لاحظتم أمس في صلاة الجمعة أعداد يعني تقريبا حوالي 5 إلى 6 ألف الذي حضر مصلى العيد في المدينة، هؤلاء كلهم مستعدين أن يدخلوا المعركة، وفعلا هبوا إلى المعركة أن لا يريدوا أن تعود إلى الحزم إلى قراهم وإلى مدنهم المآسي التي حدثت ما قبل دخول الحلب. نعم سيادة اللواء، ما جدوى التزامكم أنتم بالتهدئة أمام التصعيد الكبير الذي تقوم بها ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع عليكم في محافظة الجوف وبقية الجبهات؟ والله احنا التزمنا بالهدنة أدبيا وأخلاقيا، وأيضا التزمنا بذلك طاعة لأولي الأمر على أساس أن هناك سيكون بالمقابل، ولذلك اختراقاتهم عديدة جدا ولم يلتزموا من أول لحظة بالهدنة حتى الآن، ولكن أيضا عكست لدى المواطن يعني جانب طيب جدا. لو سئلت أي مواطن في الشارع يقول لك هؤلاء لا عهد لهم ولا ذمة. نعم سيادة اللواء، ربما كنت معنا في مقابلات سابقة وكنت تتحدث بأن موعد تحرير محافظة الجوف بالكامل بات قريبا جدا، وربما تلتحم بمقاومة صنعاء والمنطقة العسكرية الثالثة وتبدأون بالاتجاه نحو حرف سفيان إلى صعدة. ما الذي تغير؟ ما الذي يعني وقف حاجز أمامكم لمواصلة ما صرحتموه سابقا؟ كلامك سليم وصحيح، ولكن وقفت أمامنا الحوارات التي في الكويت والهدنة التي أعطيت، ونحن إخلاقيا التزمنا بها وأدبيا، ولكننا لن نخسر لأنه الآن بدأ ينكسر نفسيا، حتى أن بعضهم يطلب أن نهجم عليه من أن يتخلص بعضهم من بعض. نعم نعم سيادة اللواء، إذا ما فشلت هذه المشاورات وتم إعلان فشلها رسميا سواء من قبل المجتمع الدولي أو من قبل السلطات الشرعية، الخيارات المتاحة لكم في حسم المعركة سريعا، ربما طال الوقت، الحديث كثر والناس يعني ربما تصريحات سنصل صنعاء بدأ الناس يعني لم تعد لديهم الثقة الكاملة بأنكم فعلا ستحررون صنعاء. بالعكس، أنا أعتقد أنه الآن لدى المواطن حتى في وسط صنعاء، حتى في وسط محافظة صعدة وعمران اللي أكثر انتشارا للقوات المخلوع والحوثي، مقتنعين تماما أن الجيش هو الذي سيحتمه، الجيش الوطني. ولذلك يوميا نتراسل حتى مع بعض القيادات الوسطى ومع كثيرا منهم يعني بيطلبوا السرعة. تتواصلون مع القيادات الوسطى والكبرى في المقاومة الشعبية التابعة للحكومة الشرعية، أو تقصد التابعين للميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع؟ لميليشيا الحوثي وللمخلوع يعني بدأوا يتواصلون أملا يعني بقناعة لديهم أننا سنصل إليهم، وأرادوا أن يوحوا إلينا أنه نسرع في زمام الأمور بإيدينا إن شاء الله. نعم، إذن منهارين نفسيا ومعنويا.
كيف يمكن لكم كم في القيادات المناطق العسكرية سواء الثالثة أو أنتم في السادسة والخامسة وبقية المناطق والمقاومة الشعبية أن توظفوا هذه النقطة وتفتحوا خطوط تواصل فعلية مع هؤلاء الناس الذين يرحبون بقدوم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المساندين للدولة ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع؟ نحن نطالب قيادة الحكومة ويعني أن تهتم بهذا الجانب، لأن كل من في الميليشيات الحوثية والمخلوع نسبة كبيرة منهم تصل إلى 60% محبطين نفسيا من قيادتهم، محبطين معنويا من التصرفات التي بيحدثوها، حتى أن أعداد كبيرة تسجن منهم وتهان منهم. نعم. يعني بعضهم لبعض، وأرادوا أن يخرجوا من هذا الضيق. نعم سيادة اللواء، إذا ربطنا تصريحات يعني رئيس هيئة الأركان المقدشي بأن على ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع أن يسلموا العاصمة صنعاء وأن يحقنوا دماء اليمنيين وأن المعركة باتت محسومة بالنسبة لكم، هل يعني نستطيع القول من خلال هذا التصريح بأن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الآن باتوا أكثر استعدادا لو دخلتم في معركة حقيقية ستنجز وسيكون هناك انتصار حاسم وفاصل؟ فعلا، ولكن هذا يعني الطلب من الأخ رئيس الأركان، هو رجل قيادي ومعقول ولديه الحكمة ولا يحب سفك الدماء، فأراد أن يقدم هذا الطلب حتى يكون هو أو يكون الشعب على بينة. لو كان الاقتحام سريع يعني للب الناس كلهم بإذن الله. نعم سيادة اللواء، أختم معك برسالة أخيرة للشعب اليمني ولكل اليمنيين الذين ينتظرون قدومكم بفارغ الصبر سواء في صنعاء سواء في بقية المحافظات التي لا زالت تخضع لميليشيا الحوثي بهذه المناسبة العظيمة في أيام العيد. أنا أقول للشعب اليمني بأكمله الصبر، فالنصر قادم، النصر قادم لا محالة، و يعني هي أيام ربما شهور إذا انتهت المفاوضات ودخلنا إلى صنعاء، والآن الحوثة أنفسهم أو المتحوثين يستنجدوننا من الحوثة القدامى من ظلم بعضهم لبعض. نعم سيادة اللواء، شكرا جزيلا لك، كل عام وأنت بألف خير، وأبطال الجيش الوطني والمنطقة السادسة وكل المناطق العسكرية بألف خير، شكرا لك على مشاركتك معنا في هذا اليوم وحول آخر التطورات في محافظة الجوف. ينضم إلينا الآن الناطق باسم المقاومة الشعبية عبد الله الأشرف. سيد عبد الله مساء الخير. مساء النور، حياك أخي العزيز. أهلا ومرحبا بك سيد عبد الله. ربما قبل قليل وكنت تسمعنا مع قائد المنطقة العسكرية هناك مبشرات كبيرة بأنكم إن شاء الله يعني الأمور في محافظة الجوف تنحى منحى نحو الانتصار وقريبا، لكن الملاحظ في الأسابيع الأخيرة ربما الميليشيا تحاول استعادة العديد من المواقع التي سيطرتم عليها، أنتم الآن في أيضا في المقاومة الشعبية، هل ستظلون في مكان يعني المدافع أم ستواصلون هذه المعركة يعني إذا ما قارناها بالتصعيد من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع التي لم تلتزم بالهدنة ولم تخضع لقوانين الهدنة التي أعلنها يعني مندوب المبعوث الأممي في مشاورات الكويت؟ بسم الله الرحمن الرحيم أخي العزيز، بداية نحيي تحية عسكرية وتعظيم سلام لقائد المنطقة الرجل الشجاع الذي دائما ما يكون في مقدمة سير المعارك ويشرف على قيادتها وسيرها، الذي له الفضل بعد الله عز وجل ومؤازرة قيادات الألوية والمخلصين الشرفاء من جنود الجيش والمقاومة في تحرير محافظة الجوف. بالنسبة لموقف المقاومة والجيش في الوقت الراهن هو موقف المشاورات التي تعثر تقدمنا وانتصاراتنا توقفت بسبب هذه المشاورات التي لولاها لأصبحنا اليوم في عمران وصعدة وصنعاء كذلك، ونحن من جانبنا ملتزمين بهذه المشاورات
ولكننا نهاجم بنفس الوقت الهجوم الذي تقوم به الميليشيات في أي جبهة من الجبهات. الجيش المقاومة يقومون بهجوم معاكس ومضاد، وكلما قام الحوثي بهذه الخروجات كلما خسر وفقد كثير من مواقعه الاستراتيجية. نعم سيد عبد الله، إذا تحدثنا عن الآن ربما تبقى يعني مديرية الغيل ومديرية المتون التي لا زالت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع، أهمية هذه المديريتين ومدى قدرتكم أنتم في المقاومة الشعبية على استعادة هذه المديريتين؟ بالنسبة لمديرية الغيل هي أصبحت 95% من هذه المديرية بيد الجيش والمقاومة، ولم يتبقى لدى الحوثي إلا قلة قليلة في أطراف أو غرب هذه المديرية. هذه المديرية بالنسبة للحوثي هي تراث مقدس لما لها من صلة وارتباط بالسلالة الهاشمية، ويسيطر عليها الحوثي منذ أكثر من 10 سنوات، وإن شاء الله سيتم تحريضها. لم يتبقى إلا 5% منها، وهذه 5% كلها تحت نيران المقاومة وفي حصار خانق، لا يدخلون إليها تعزيزاتهم وإمدادهم إلا تحت نيران المقاومة والجيش. وبالنسبة لمديرية المتون، نحن في شرق هذه المديرية، وما يقارب الربع أو ثلث هذه المديرية بيد الجيش والمقاومة، وللمقاومة والجيش حاضنة كبيرة في هذه المديرية. ولولا هذه المشاورات لتجاوزنا هذه المديرية بأبسط الخسائر، وإن شاء الله الأيام القادمة حباب المفاجآت بل الساعات القادمة بإذن الله الانتصارات دائما مستمرة والتقدم متواصل. نعم، أبناء هذه المديريات سيد عبد الله، هل هناك خط تواصل بينكم؟ مقدار ترحيبهم بكم بالجيش الوطني بالمقاومة الشعبية لتحرير هذه المديريات، أم هناك قطيعة بينكم وبين من تبقوا مع ميليشيا الحوثي في هذه المناطق؟ نحن على تواصل دائم، وهناك انتظار على حرم الجمر من في المديريات التي لم تتحرر بعد، نظرا لما رأوا المناطق التي تم تحريرها من حياة مستقرة وخدمات متواصلة، وأصبح المواطن في محافظة الجوف في المناطق المحررة في محافظة الجوف يمارس حياته الطبيعية بعيدا عن العنف، بعيدا عن الدمار، بعيدا عن القصف العشوائي والمنشاوي الذي تقوم بهذه الميليشيات. كل المناطق التي لم يتم تحريرها نحن على تواصل، وهناك يعني على أعلى مستوى من التواصل، وإن شاء الله سيكون الأيام القادمة يعني في أعلى مستويات التقدم بإذن الله عز وجل. شكرا جزيلا لك المتحدث باسم المقاومة الشعبية عبد الله الأشرف، كنت معنا من محافظة الجوف. وينضم إلينا الآن مدير مؤسسة الجوف للإعلام نبأ مبارك العبادي من محافظة الجوف. سنتحدث في الجزء الأخير من هذه الحلقة حول وضع مديرية الحزم وغياب السلطة المحلية وشكوى الكثير من الشكاوى كثير من المواطنين بعدم تواجد السلطة المحلية في هذه المحافظة. سيد مبارك مساء الخير. أهلا، مساء النور. مساء النور، كل عام وأنت بألف خير أخي مبارك. إذن ما هو سر غياب السلطة المحلية في محافظة الجوف وعلى وجه التحديد مركز المحافظة بعد أن تم تحريرها؟ حياكم الله، أولا أهني جميع إدارة وموظفي قناة بلقيس وأيضا كل أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج وكل المقاومين الأبطال من الجيش الوطني المقاومة الشعبية بعيد الفطر المبارك، وكل عام والجميع بخير وأنتم بخير إن شاء الله. بالنسبة لوضع مدينة الحزم وهي مركز المحافظة، فوضعها اليوم من الجانب الإداري مغيب تماما، وهو ليس في وضع مدينة الحزم فقط مركز المحافظة، وإنما يعتبر مركز يعني مغيب عن المحافظة عموما. نعم. المحافظة الجوف بشكل عام هي غيبت عن بشكل كامل من قبل النظام السابق نظام عفاش، وكانت مهملة، والذي نخشاه اليوم أن يتكرر هذه الوضع يتكرر هذا الوضع مرة أخرى في النظام الحالي اليوم. نعم. الجوف بدون إدارة تماما في المحافظة. ربما كان المحافظة يعني إبان التحرير سيد مبارك، إبان التحرير ربما كان هناك حضور قوي لمحافظة الجوف وللسلطة المحلية، لكن كان هناك أخبار بأنه يعني نشوب خلافات فيما بين السلطة المحلية، وربما هو هذا السبب الأبرز الذي باتت فيه محافظة الجوف يعني السلطة المحلية غائبة فيها لهذه الأسباب. ما مقدار صحة هذه الأخبار؟
الأخ المحافظ هو تواجد فعلا تواجد بعد فترة التحرير يمكن بشهرين أو 3 أشهر تواجد للمحافظة، وكان الجانب الإيجابي من الأخ المحافظ أنه متواجد بشكل شبه مستمر لمدة تقريبا 3 أو 4 أشهر، إذا غاب إلى مأرب فترة بسيطة ثم يعود، ولكن كان تواجده بصفة شخص حقيقة. أنا أعيد على السلطة المحلية في المحافظة هذه النقطة، أن في الجوف 7 أو 8 وكلاء المحافظة لكل الشؤون، في الجوف كل المكاتب موجودة، الجوف في المحافظة أو الإدارات المكتبية التنفيذية المكاتب كلها لم تتعرض لأي أذى، الارشيف والمكاتب والغرف والمباني أغلبها لم يتعرض لأي تضرر سواء من الطيران أو من ميليشيا الحوثي أثناء تواجدهم. نعم. ولذلك قضية يعني غياب الآن السلطة بشكل كلي ليس بشكل بسيط، وإنما هل هذا الغياب مبارك؟ هل هذا الغياب مبرر من وجهة نظرك؟ هم يقولون بعدم دعم الحكومة للسلطة المحلية وعدم وجود موازنة، ربما هذا حال دون العودة إلى مكاتبهم وممارسة مهامهم منها. طبعا هو ندعو قضية الجانب الحكومي سواء برئيس الجمهورية أو مثل برئيس الوزراء أن لا يغيبوا هذا الأمر بالنسبة للجوف، سواء يعني اعتماد الموازنة واعتماد النفقات التشغيلية، هذا أمر ضروري جدا حتى يعني تقوم السلطة المحلية بأعمالها. ولكن هذا ليس كل شيء. اليوم الجانب العسكري متواجد، اليوم الجانب المقاومة متواجد، وكلهم في الجانب سواء في الجانب النفقات والحالي هم سواسية، ليس هناك تفريق في هذا الجانب. نعم. قضية يعني اليوم من يدير المحافظة هو شخص واحد متمثل فقط في الأخ محمد صالح محسن من أبناء المحافظة، وإلا لو كان من خارج ربما، وهو الذي الآن متواجد ويدير الجانب التعليمي والصحي، هو مدير عام مكتب التربية وفي نفس الوقت يدير القطاع الصحي وفي نفس الوقت يدير الصحية. نعم. والخدمات والشؤون كل هذه الأمور مركبة، يديرها بتكليف من السلطة المحلية. نعم. أم يعني خدمة ذاتية من خدمة، أنا أعتبرها خدمة شخصية وذاتية، طبعا ليس لا يديرها من الجانب التنفيذي في المكاتب، إنما يديرها حتى من الشارع. نعم. من بيتهم، من سيارة، من المكتب والمجمع الحكومي بشكل عام مغلق لا يتواجد فيه. نعم أخي مبارك. نعم أخي مبارك، أختم معك بسؤال أخير قبل أن أودعك. هذا الغياب كيف سيؤثر على أبناء محافظة الجوف، وأيضا كما تعلم لا زالت الجوف في معركة مع ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع؟ بالتأكيد، يعني اليوم لا يوجد أدنى الخدمات، الجانب الصحي وهو المفترض أن يقوم به الإدارة الصحية يعتبر ربما صفر على الشمال، لولا الأدوار التي تقوم بها بعض الجانب في المقاومة وبعض الخيرين لانتهى الجانب الصحي. التعليم نفس الشيء، الجانب الخدمات بشكل كامل، الكهرباء اليوم ينطفئ بصفة شبه مستمرة، ويعني يحصل هناك تبرعات من بعض الخيرين أيضا. نعم. كل الخدمات متوقفة في الجوف، وهذا ما هو من عمل السلطة المحلية التي يجب أن تقوم بهذا الأمر. شكرا جزيلا لك مدير مؤسسة الجوف للإعلام الأستاذ مبارك العبادي، كنت معنا عبر الهاتف من محافظة الجوف. ينضم إلينا أيضا الأستاذ حسين المظفري مستشار المحافظ. أستاذ حسين، عيد مبارك، كل عام وأنت بالخير. كل عام وأنت بخير وأبناء الشعب اليمني بخير، وعيدك مبارك، ونسأل الله أن يحفظ الوطن ويعيد الأمن والاستقرار. آمين. بداية أخي حسين، لماذا تغيبتم عن إدارة محافظة الجوف غياب تام للسلطة المحلية للمحافظ؟ أخي الفاضل، الأخ المحافظ كان متواجد على الدوام وكان له دور واضح في إطار خدمة المحافظة وخدمة أبناء المحافظة، وعمل عدة جوانب، والحمد لله استطاعت السلطة المحلية تحقيق العديد من الأشياء، ورغم ما قلت أنه بصعب من عدم وجود ميزانية. نعم بالفعل عدم وجود ميزانية في محافظة الجوف، وإذا أردت أن تعمل بسلطة محلية لابد أن تكون لديك ميزانية، ومع ذلك عملت السلطة المحلية العديد من الأشياء التي تقاس رغم الإمكانيات بالإيجابية. نعم. أخي حسين، ربما الفترة الماضية كان هناك حقيقة تحرك واضح وجاد من قبل محافظ الجوف العجي، وكان هناك ربما الجميع يلمس هذا التحرك الإيجابي في المحافظة، إذن ما الذي جعل المحافظ يترك المحافظة بهذه الصورة ويتغيب بصورة نهائية عن التواجد فيها، على الأقل لإدارة ما يمكن إدارته في ضمن يعني المتاح؟ أخي الفاضل، المحافظة تواجد واستطاع يعني بحجم الإمكانيات الذاتية المتواجدة معه ومعه بعض الشرفاء من أبناء المحافظة، استطاع إعادة مستشفى الحزم الذي كان مغلق منذ سنوات عندما كانت توجد لديه ميزانية،
واستطاعت السلطة المحلية إعادة فتح المستشفى ودعمه بالأدوية، وإن شاء الله سيتم فتح غرفة عمليات بعد العيد بإذن الله، رغم عدم وجود ميزانية. وهذا يعني شيء مستغرب، أثناء الميزانية كان مغلق، وأثناء عدم وجود ميزانية استطاعت السلطة المحلية بجهود ذاتية إعادة فتحه. الكهرباء الحمد لله، الجوف تعيش أفضل محافظة من المحافظات في إقليم سبا أو من التي جاورها في الكهرباء. نعم. المشتقات النفطية متوفرة الحمد لله في المحافظة وأفضل من مارب. نعم. وغيرها. هناك بعض العوائق التي تواجه السلطة المحلية يا سيدي الفاضل، وبالفعل نحن نتكلم بكل وضوح، الميزانية هي لها دور إيجابي. نعم. أنت تعلم أن كل ما حدث هذا هو حدث بجهود إيجابية، وأنا أتوجه بالشكر للأخ مبارك العبادي الذي طرح أمور بالفعل ممتازة، كالدكتور محمد صالح محسن بالفعل له أدوار إيجابية كمدير للتربية والتعليم، وكإنسان يعمل في كل مكان بكل جهد ونشاط. نعم. ولكن أخي السلطة المحلية متواجد الصحيح، المكاتب مغلقة، المدراء، ولكن كان محافظ المحافظة يعمل بكل جد واجتهاد، وذهب في زيارة. نعم. إلى المملكة العربية السعودية، والتقى بعدة وزراء منهم وزير الصحة، التقى بوزير الإعلام، التقى بوزير النفط، لإيجاد آلية حقيقية لدعم السلطة المحلية في محافظة الجوف. أنت لا تستطيع أن تعمل بجهد ذاتي على طول. نعم. وهناك فرق عندما يتكلم الأخ بارك العباد يقول أن السلطة العسكرية تعمل والسلطة المحلية، هناك فرق سيدي الفاضل، السلطة العسكرية لها دعم ولها إمكانيات، ونحن. نعم. من هنا نتوجه إلى قائد المنطقة العسكرية وإلى الإخوان في المقاومة الشعبية الأبطال الذين يسطروا أروع الملاحم البطولية. نعم. طيب اخي حسين، نعم نعم ربما وصلت الفكره اخي حسين. فرق بين العملين. نعم. عمل السلطه المحليه الذي يتطلب في كل اداره وفي كل مدير اداره يريد ميزانيه للعمل، ومع ذلك لا نعفي احد من المسؤوليه، كل من يريد ان يتحمل مسؤوليه لابد ان يكون على مستوى الحدث. وعلى نعم. ما حبيت اخي حسين، هل ستشهد محافظه الجوف عوده محافظه المحافظه قريبا لاداره السلطه المحليه لاداره شؤون المحافظه ام لا؟ إذن يبدو فقدنا الاتصال بمدير مكتب أو المتحدث باسم محافظ مستشار عفوا محافظ الجوف حسين المظفري. نختم مع أيضا مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور مياز اليوسفي. دكتور مياز، عيد مبارك كل عام وأنت بألف خير، دخلت معنا في المحور الأخير، لكن لا بأس أن تضعنا بصورة الوضع الصحي في محافظة الجوف. الكثير يشكو من تدهور الوضع الصحي، ما هي الأسباب، ما هي الاحتياجات، من يقف وراء هذا الإهمال في محافظة الجوف للوضع الصحي بالتأكيد؟ مياز، إذن يبدو أيضا فقدنا الاتصال بالدكتور مياز اليوسفي مدير مكتب الصحة في محافظة الجوف. إن شاء الله سيكون لنا لقاءات مقبلة معه للتعرف أكثر على حال الجوف ووضع الجوف. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، شكرا لضيوفي قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء أمين الوائلي، الشكر أيضا للعبادي، وكذلك الشكر أيضا لمستشار محافظ الجوف، كما هو أيضا لكم على حسن المتابعة حتى الملتقى بحلقات جديدة. تقبلوا تحيات معد هذه الحلقة الزميل محمد القاسم، كما هي لكم مني، دمتم في أمان الله، حفظ الله الوطن، السلام عليكم.